اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل انستغرام تأثير التحميل. قموا بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على انستغرام خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن انستغرام خاص بكم، سوف يظهر لنا على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديث، قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم انستغرام. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في